زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمسي إلى بغداد ولقائه برئيس الوزراء نور المالكي لأول مرة بعد انسحاب قوات بلاده نهاية العام الماضي أثارت اهتمام المحللين السياسيين الذين قدموا قراءات مختلفة، حيث عدت أحدها الزيارة بداية لربيع عراقي وأنها جاءت لإبعاد شبح التداعيات السلبية التي تجري في سوريا عن العراق، كما تعكس قدرة واشنطن في الضغط على الأطراف السياسية لوقف أزماتهم. أمريكا وحدها تستطيع أن تضغط على الأطراف العراقية وتستطيع أن تمنع انسرابها إلى الخارج العراقي لطلب مساعدات تشعل الحرائق في العراق من جهة، ومن جهة أخرى بات واضحا اليوم أن أصدقاء أمريكا في المنطقة هم وحدهم من يشعلون الحرائق السياسية في العراق، وبالتالي لا أحد يستطيع غير الولايات المتحدة الأمريكية أن يكبح جماح هذا الاندفاع، سواء سابقا للربيع العربي الذي يراد دفعه للعراق أو لاحقا في مرحلة ما بعد بشار الأسد. أنا أعتقد بداية الربيع العراقي، العراق التجربة السياسية العراقية لا قلنا ونقول لا مناص أمامها إلا الالتصاق بالراعي الأمريكي. فيما رأى آخرون أن زيارة ديمسي تعكس قلقا أمريكيا على العراق لكثرة المشاكل المحيطة به والتي يمكن أن تنتقل إليها عن طريق تدخلات دول الجوار، فضلا عن ارتفاع مؤشرات الخروقات الأمنية مؤخرا. ظهور مؤشرات واضحة على هذا القلق الأمريكي بالنسبة للوضع الإيراني وما يجري في سوريا، فإذا الزيارة مهمة لأن العراق يشكل محور مهم واستراتيجي بالنسبة لهذه الصراعات التي حول العراق. أعضاء في قوى سياسية ونيابية اتفق بعضهم مع الإعلان الحكومي القائل بأن الزيارة تدخل ضمن إطار الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق وأمريكا، فيما حذر البعض الآخر من أن تحمل الزيارة طابع المساس بالشأن الداخلي العراقي. الزيارة تأتي في وقت وفي مرحلة تمر فيها المنطقة في أزمة، وبالتالي هي زيارة مهمة. نعم نتحاور ونعطي وجهات نظر ونعمل مشتركا في المنطقة بما يتطلب حل الأزمات في المنطقة، ولكن لا نسمح بالتدخل في شأن الداخلي. فإذا كان هناك من وقاية أو فرض معين على القرار السياسي أو على الأجهزة الأمنية، فبالتأكيد نعتبره تدخل في الشأن الداخلي. حسب الاتفاقية الاستراتيجية بعيدة المدى بين الحكومة العراقية وحكومة أمريكية، طبعا أمريكا لا زالت معنية بكل ما تجري في العراق سواء على مستوى السياسي أو الثقافي أو التجاري وحتى الأمني. ويرى خبراء أمنيون أن زيارة ديمسي قد تعطي في بعض أوجهها رسالة مفادها أن الفراغ الأمني في العراق لا يستطيع ملؤه غير الجانب الأمريكي، رغم محاولات بعض دول الجوار فرض سيطرتها على هذا الملف. زياد نهاد، الحرة، بغداد.